فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: يستدل الوجودية بهاتين الآيتين، وهي قوله سبحانه: وهو معكم أينما كنتم، وقوله: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، على أن الله في كل مكان، فما التفسير الصحيح لهما؟ التفسير الصحيح لهما ما قاله المفسرون: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني معبود. إله يعني معبود في السماء ومعبود في الأرض، وليس ذاته في الأرض، تعالى الله عن ذلك، لكن معبود في السماء ومعبود في الأرض. والثاني: وهو معكم أينما كنتم. هو معكم بعلمه لا بذاته، معكم بعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى. نعم، فهي معية علم وإحاطة. المعية نوعان: معية عامة للناس كلهم، المؤمن والكافر وجميع الخلق، معية عامة معناها الإحاطة والعلم بأحوالهم وأعمالهم تصرفاتهم، ومعية خاصة لأهل الإيمان معهم بنصره وتأييده وإعانته. قال: إنني معكما أسمع وأرى، أسمع وأرى، يقول لموسى وهارون عليهما السلام. نعم.